للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة رمضان المطعاني، مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان، ماذا بعد المؤتمر؟ ما هي الأجواء وردود الأفعال خاصة بعد تصريحات الجانب الأمريكي بلينكن عن دور مصر في الحرب على غزة؟ نعم، يعني القراءة السريعة للمؤتمر الصحفي والتصريحات الخاصة من قبل وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المصري تؤكد دوما أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الوقت الحالي وفي الأزمات التي تمر بها المنطقة، والدور المحوري لمصر على كافة الأزمات الإقليمية وخاصة وعلى رأسها الحرب المستعرة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد وتطابقت الرؤى حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والشروع في استكمال كل النقاط الخلافية الخاصة بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وعدم استغلال سلاح الجوع كسلاح لحرب الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني قال وزير الخارجية المصري الذي قال أنه هناك رفض تام لكل الممارسات الإسرائيلية الخاصة يعني استخدام الملف الإنساني في هذه الحرب وعدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير يلبي الاحتياجات شعب قطاع غزة. والناحية الأخرى أيضا التي قال فيها أن هناك موقف مصري ثابت لا يتزعزع جراء محور فيلادلفيا وأن مصر رفضت رفض قاطع وجود أي من القوات على الجانب الآخر في هذا الخط وكذلك على معبر رفح. أيضا قالت مصر أنها ما زالت أيضا تتمسك بما كانت الأوضاع بما كان عليه قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر رفح. هذه الأزمة التي تحدث عنها أيضا وزير الخارجية الأمريكي والذي قال أن هناك 18 فقرة في الفقرات الخاصة بالهدنة ما بين الجانبين، تم التوصل إلى قرابة 15 نقطة حتى هذه اللحظة وتبقى 3 نقاط. وقال أيضا أن دور مصر سوف يبقى كبيرا حتى وإن بعد التوصل إلى الهدنة، خاصة مع من سيحكم غزة وأيضا مع من سيقوم بالإعمار في قطاع غزة. عدد من النقاط الكبيرة التي تناولها الجانبان خاصة في القضايا الأخرى الإقليمية الموسعة خاصة الملف السوداني، وقال أن مصر أيضا لعبت دورا كبيرا في هذا الملف على كل المستويات سواء المستوى الإنساني وفتح كافة المعابر لإدخال مزيد من المساعدات وأيضا الملف الليبي. نعم إليك. رمضان، ماذا عن باقي الملفات الخاصة على سبيل المثال بالطاقة النظيفة خاصة بالإشارة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ كما ذكر على لسان بلينكن؟ نعم، يعني هذا الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي بدأ بعدد كبير من الوفود سواء على المستوى الأمريكي أو سواء الحضور على المستوى المصري بحضور عدد من الوزراء، وزراء السياحة ووزراء التعليم العالي ووزراء التربية والتعليم وكذلك الثقافة وعدد من المسؤولين المصريين في هذا اللقاء، تطرقوا أيضا إلى عدد كبير من التعاون في عدد من الملفات على مستوى الاقتصاد وأيضا على مستوى الاستثمار وكذلك التعليم. أيضا أن بلينكن قال أن هناك تعاون كبير في الملفات الخاصة بالتعليم وهناك عدد من الاتفاقيات سوف يتم يعني عقدها في الأيام المقبلة خاصة بإنشاء 3 جامعات أمريكية والتوسع في استخدام الهيدروجين وكذلك أيضا استخدام الطاقة النظيفة وأن هناك عدد من الإمكانيات الكبيرة و1000 شركة أمريكية تعمل في السوق المصري وأن هناك يعني سوق واعدة في مصر تعمل على تحفيز الاقتصاد في كافة المناحي والمجالات في مصر وأن هناك سوف تشهد الأيام القادمة تقدما على كافة المناحي. أيضا هناك أيضا يعني قرابة 192 مليون دولار سوف يتم منحها من قبل الإدارة الأمريكية لملفات تحسين ملفات التعليم والمرأة المعيلة وغيرها من الملفات الأخرى هامة لتنمية المجتمع. شكرا جزيلا لك رمضان المطعني على هذه المتابعة للمؤتمر. شكرا على التوضيح، كنت معنا من القاهرة رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية.